الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى طبتم وطاب لقاؤكم. رؤية الصراصير الميتة في المنام. ذهب علماء التفسير أن الصراصير في المنام تشير إلى العين والحسد الذي يصاب به صاحب الرؤيا والله أعلم، كما تشير إلى التورط في بعض المشاكل والأزمات نتيجة لبعض الأصدقاء والله أعلم. يعني اللي يشوف صراصير ميتة هيتورط في مشاكل في حياته بسبب بعض الأصدقاء والله أعلم. ده إيه الصراصير الميتة؟ ولكن إذا رأى الحالم الصراصير الميتة وكان ذلك تكون إشارة على وجود شخص يحاولون حجب الشخص الحالم عن تحقيق أهدافه. وممكن برضو يكون اللي بيشوف صراصير ميتة اللي في ناس يعني ضد طموحات الرأي، ضد أفكاره، ضد طموحاته، بيقفوا في طريقه دايما، فهو يخلي باله يعني. كما أن موت أو قتل الصرصار في المنام والله أعلم تكون إشارة إلى التغلب على هؤلاء الأشخاص والانتصار عليهم. اللي شوف بقى اللي هو بيموت الصرصار أو بيقتله في المنام، دي دليل اللي هو تغلب على الأشخاص دولا اللي هم دايما بيقفوا في طريق الواحد وبيسببوا لي مشاكل كتير يعني. والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.